مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء المفتوح على أمواج الإذاعة الوطنية من الرباط. كنتمنى أنكم تكونوا كتقضيوا أوقات ممتعة معنا كما وعدناكم. بعد قليل يكون معنا البروفيسور عبد اللطيف جنان، كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط، أستاذ كلية الطب بالرباط، وأخصائي طب الكلي، جراحات الكلي، المسالك البولية والجهاز التناسلي والأمراض الجنسية، اللي غادي نتكلموا معه اليوم على التبول الإرادي، الأسباب، الأعراض، وكذلك سبل العلاج والوقاية. دكتور عبد اللطيف جنان، صباح الخير وشكرا على تلبيتك الدعوة. مرحبا مدام، صباح الخير مستمعات ومستمعين الكرام، صباح الخير طاقم ديال الراديو. شكرا لك. إذن هذا التبول اللا إرادي اللي كيمكن يكون عند الأطفال، عند يعني جميع الفئات العمرية، كذلك عند الشباب و يعني الناس الكبار في السن. نعم، يعني خصوصا احنا غنركزوا اليوم على الأطفال، يعني السبب ديال هاد التبول أو مشكلة التبول لا إرادي اللي تعد مشكلة من المشاكل الشائعة بين الأطفال ومسببة للقلق والحرج، وعندها كذلك أثار نفسية سلبية على الطفل خصوصا مع التقدم بالعمر. نعم، لا، فهو من بين الأعراض اللي كيدعو عليها المواطنين مختلف الأعمار للعيادة من أجل استشارة طبية، من أجل التشخيص، من أجل العلاج، لا في القطاع العام المستشفيات العامة ولا في القطاع الخاص. كاين الظاهرة ديال انفلات البول سواء بالنهار ولا بالليل عند مختلف الأعمار. نعم، وغنخصوا ذكر في هذه الحلقة الفئة ديال الأطفال ديال الوليدات ولا البنيتات اللي هاد المشكل ربما كيتعطل عندهم حتى كيوصلوا للمدرسة، ربما يوصلوا للكوليج ولا الثانوية، حتى كيوصلوا في المراهقة. فبزاف الناس كيعانيوا من هاد المشكل، وباش يمكننا نفهموه الوالدين سلطهم فكل كي تقدموا معاهم في هاد المرحلة كيبخلوا في التحدي. نعم، وحنا تشانجهم الطبيب ريتما كيتعالج الوليد، فكين مراحل باش نطمئنوهم ونفسروا لهم ان هذا الشيء راه كي الفيني باغ غيري واحد النهار، يعني يعالج يوما. شنو الاسباب بدايه قبل ما نوصلوا للعلاج دكتور جنان؟ الاسباب ديال التبول لا ارادي عند الاطفال مختلف الاسباب. فعند الطفل بصفه عامه نفسروا الوالدين اش كيوقع من السنوات الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، فاش نورمالمون هذا هو لاج فرنسية كنقولوا لاج دو لا بروبريتي، يعني العمر ديال النظافة، باش كيولي ما بين 40 و 50 الوليد قاد يتحكم في البولة ديالو لا بنهار لا بالليل. فهاد التطور اللي غادي يجي من سن الرضاع اللي كيكونوا فيه لي كوش، فانا الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة يمكن نزولوا لا كوش، والخامسة باش يكون نظافة. فهاد الشيء كيكون بفضل الى فهمنا شنو اللي عندنا عادي يمكننا نفهمه شنو الخلل، شنو هو الميكانيزم ولا سبب الخلل، وشنو هي النتيجة اللي كتنتج عليه. فإذا كنا في السنوات الأولى غير قادرين على التحكم في البولة، كلنا ملي كتكون عندنا العام الأول الثاني التام، فحيت الأعصاب ديال الحساسية اللي كتعطي الخبر للدماغ إذا وصلتنا الوقت فين خصنا نبولو ويمكننا نتمشاو بشويه علينا، ناخذو وقتنا حتى نوصلوا للطواليت بلا ما تضغط علينا البوله. فغاف واحد الحاجه كنسميوها واحد الخاصيه عطاها الله سبحانه وتعالى، المتانه للبوله كنسميوها لا كومبليزونس، يعني ان عندها القادريه والقابليه على تخزين المياه اللي هي البول، واحد الضغط هابط، واحد لابريسيون باس، يعني تحمل فوليوم، تحمل واحد الحجم كبير وما تطلعش لابريسيون ديالها. نعم، فعلاش ما خصهاش تطلع لابريسيون؟ باسكو الحفار ديالو الله سبحانه وتعالى واحد
طاقة قليلة واحد لا فالور كونستانت واحد القيمة فيه اللي إلى ما حد نهدنا وما فيهاش لا بريس الضغط طالع الطاقة طابت معنا البولة قابل غرض وين إلى النبوت فيها سميتو فيها الضغط طالع طالع كيغلب الحفار وكتجي لا فويت دونك في السنوات الثانية والثالثة اللي كاين عدم النضج ديال لي فيبر ديال لي فيبر نيرفوز ديال الأغلفة الواقية ديال الأعصاب اللي غتعطي الخبار النخاعي والدماغ هذيك الأعصاب غير ناضجة يعني ما قدرش تأسوري هاد الدور هذا ديال أن النبولة تتعمر بشوية عليها وما تطلعش لا بريسيون باش ما تغلبش الحصار في السنوات الأولى والثانية والثالثة بحال أن الدري كيكون مازال ما كيفهمش الهضرة مازال ما كينطقش هذاك عدم النضج اللي عنده عدم النضج اللي مازال ما وصلوش في الدماغ ديالو ومازال ما وصلوش في النخاع الشوكي كينحتاج النبولة براسها دونك كيكون نضج النبولة مازال ما كتملش لذلك فهي غير قادرة أن تستوعب مثلا واحد 200 مليلتر واحد رابعة ديال البول عاد يرتفع فيها الضغط عاد تعلم الدماغ تعطي له وقت بشوية تعلم الدماغ باش الطفل يمكن يشير بيدو الماما على الجهاز البول التناسلي وتديه هذاك القطرات القليلة يكون عنده كيطلعوا الضغط كبير وداك الضغط كيفوت الحصار وواحد سرعة كبيرة باش كتوصل لانفورماسيون باش كيوصل الخبر للدماغ هذا بسرعة باش كتوصل بعد الثواني ما كتخليش له الوقت فين يشير ما بيدو ليغو كيكون ذاكلو هذو في ثلاث سنوات الأولى وغي كنوصلوا السنة الرابعة ولا الخامسة هاد الأعصاب هاد ولا الأغشية الواقية الأعصاب اللي كتعطي الخبر للعمود الفقري والدماغ والعضلة براسها اللي سميتو النبولة فهي مجرد ثلاثة ليكوش ثلاثة ديال الأغلفة الغلاف المستقبل الداخلي وواحد الغلاف الثاني هو العضلة اللي كتقلص باش تعاون البروبيوس كتاع البول والغشاء الواقي اللي كيحميها على الأعضاء المجاورة ديال الجهاز الهضمي فمع مع 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 الوقت كيزاد الدري في الطول في العرض الدماغ ديالو كيولي يفهم الهضرة كيولي يخرج الضيرات كيولي يفهم شنو هو لو دونجي شنو ماشي لو دونجي هذاك راه بفضل الخلايا ديال الدماغ اللي غادا وكتنضج حتى النبولة هكاك غير كنوصلو للسنة الرابعة ولا الخامسة نورمالمون خاصها تنضج ومن كتنضج شنو كتمكن الطفل كتمكنو بحال اللي كيوقع لنا حنا لي زادوت البالغين فكتمكنو انك يولي يخدم كتولي تخدم النبولة ديالو بواحد الطريقة منتظمة اللي هي سهلة بحال الدور اللي كيدير القلب غير القلب كيديرو بالزربة كيعمر كيصطو كيدم وكيفرقو كيدير الطم النبولة لا عندها واحد 6 سوايع كدير فيها التخزين بشوية على ولا خمسة وكديروا بواحد الطريقة لا إرادية ولا شعورية كيولي الدري اللي 4-5 سنين كيولي تقريبا بحالنا في النص ديال المثانة فاش كيولي عنده كيولي أن النبولة قادرة تخدم بجوج الفترات إين فاز دو غومبليساج إين فاز دو ميكسيون واحد مرحلة التخزين ومرحلة التبول فمرحلة التخزين اللي كيعاوننا فيها هو الجهاز العصبي لا شعوري ما كان دخلوش فيها هذا من بين ولا المعجزات اللي دار الله سبحانه وتعالى الانسان فانا ولا انت ولا اي واحد دابا راه النبولة ديالنا كتعمر وما كنزهقوش بورتو ونو بارتيسيبا ما كنشاركوش في هذه العمليه هي لا اراديه ما كتطلبش منا شي مجهود او شي عمل منا الدور ديالنا ولا نعطيوه اللي كنقدوش كومبو اوردوني ريفوزي اللي كيمكن نرفضوه ولا نقبلوه هو نمشيو للطواليت نبولو ولا نحبسو البوله اما المرحله الاولى ديال التخزين فهي كدار بطريقه كنسميوها فرنسيا لو سيستيم نيرفو انفولونتير ومني كنمشيو نبولو كيتسمى لو سيستيم نيرفو فولونتير يعني حنا اللي سواء كنامرو بالبوله ولا كنرفضوها اذا هادو هما لي نورم اللي كيكونوا عند الدري حتى السنه الخامسه كيولي ملي ينضج عنده الجهاز العصبي وتنضج البوله كيولي بحال البالي كيتحكم في البوله ديالو شنو كيوقع هذا عند الوليدات اللي يوصلوا 4-5 سنين وما دايرينش مشاكل الوالدين كيفطروا بالنهار ولا بالليل حنا دابا ملي فهمنا لا نورمال شنو ديال الله سبحانه وتعالى عند الانسان العادي غادي ندوزوا للخلل اللي كيوقع عند هذوك الوليدات اللي كيفزقوا فعبر البحوث اللي قمنا بها في كليه الطب شناو الاساتذه ديال الغرب الاساتذه ديال الجمعيه
المسالك البوليه المغربيه والجمعيه العربيه حتى هي الفرنسيه الاوروبيه. درنا خدينا واحد لي جروب ديال الاطفال, مجموعه ديال الاطفال, وحاولنا نقارنهم, نقارنوا الجروب اللي ما كيفزكش مع الجروب اللي عنده هذا التبول اللي لا ارادي. نعم فوالا, باش نشوفوا شنو ما نديروا مقارنه. نعم, لا من ناحيه اكزاكتوم, لا من ناحيه العضويه, ولا من ناحيه الوظيفيه. نعم, الحاجه الاولى اللي دينا بها في الليل, درنا واحد الشقه ديال الراس اللي كيجيو ينعسوا, كنديروا واحد الشقه ديال الراس وهما ناعسين, وكنسجلوا شنو كيوقع في الليل, شنو كيوقع عند هذوك المجموعه اللي فيها 100 ولا 120 وليد ما كيفزكش, 4 ولا 5, وعند المجموعه اللي فيها 100 ولا 120 وليد كيفزك. ولقينا ان الاخرين في النوم ديالهم فالفترات اللي ديال الله سبحانه وتعالى كاين لو سومي ليجي, سومي باغادوكسال, سومي بروفون, كاين ثلاثه المراحل في النوم. فاللي ما كيفزقوش عندهم نوم منتظم في الليل, كاين تقارب ما بين كل فتره كتاخذ هادو اللي قلت, نوم خفيف, نوم عميق, ونوم باغادوكسال, هو كنقولوا بمصطلح بالعربيه هو متناقض. النوم بارادوكسال هو اللي كنكونوا ناعسين كنحلموا فيه ولا كنحركوا رجلينا ويدينا. ففي هذا الوقت سميتو اللي ما كيفزقوش عندهم تعقب ديال المراحل, كل مرحله كتبقى ديك 8 9 ل 10 النوم ديال الطفل. عند الاخرين لا, عندهم نوم عميق واللي كثير, وعندهم من غير نوم عميق نصف بارادوكسال كيتحركوا فيه, كيديروا بحال دي كوشمار. ملي كيديروا الكوشمار لاحظنا انا في التسجيل ديال الطفل اللي داير الدماغ وهما ناعسين, كاين واحد الموجات كتقوم للسيرفو كتقوم اون دلتا, هذه فهي شبيهه بموجه الصرع, بحال اللي الدري في النيل كيدير واحد الموجه صغيره ديال الصرع. ديال الصرع, نعم, هذيك الموجه الصرع بحال دابا الصرع اللي معروف اللي كيعرفوا الوالدين, هو الدري واقف وكيحرك يدو رجلو كيطيح. هذاك راه باين بالنهار, هذه اللي كنهضروا عليها اللي كتنتج عليها التبول الارادي. فالدماغ كيصايب واحد الماده قويه اللي كتحرك اليد ديال الطفل في الليل وهو ناعس, والنبوله في ذاك الوقت هي كتحرك بحال كتجي كنقولوا انفيسي ايبر اكتيف, واحد المتانه كثيره الحركه وكثيره الضغط, وذاك الضغط اللي كيطلع فيها اللي كتحرك كيفوت الضغط اللي دار الله سبحانه وتعالى للحبار فالو كونستونتيني كلاس بزاف, والدري كيبول. دونك هذا العامل الاولي لقينا, والعامل في الدوزاج ديال واحد الهرمون كتصايبها الماده النخاميه كنسميوها لا دي اش. هاد لا دي اش هي واحد الهرمون دايرها الله سبحانه وتعالى عند الاطفال وعندنا حنا براسنا, باش في الليل كنريحوا الكيليا. فالتعقب ليل والنهار كاين واحد لي ديتيكتور سميتو في الكيليا, ان اذا كانت الشمس فهي خدامه مزيان, اذا كان الليل كتبغي ترتاح وفاض هذا الهرمون ترتاح باش ما تصيبش بزاف البول في الليل. باش الكميه اللي توصل في الليل الانسان هو ناعس تكون هي كميه منطقيه, ماشي كميه كبيره اللي غتقدر تصيب التيفيق ولا اللي غدير له ضغط كبير وتلقى في حوايجه, تكون كميه قليله. وباش تكون كميه قليله هذا الهرمون كنقولوا له لابريفياسيون ا دي اش اونتي ديوريتيك, يعني ضد التبول. هاد الاطفال اللي ما كيفزقوش المجموعه اللي مكتسبي عندها ارقام مزيانه مخيره, والاخرين عندهم نقص هذا الهرمون اللي كيكون في الدماغ. دونك هذا العامل الثاني اللي لقينا. ويعاود في المقارنه درنا لهم واحد الحاجه بحال تخطيط القلب, لو سيزي ولا تخطيط القلب كنسميوه فرنسيا لا سيستومانوميتري, واحد التخطيط كنديروه بالنبوله كنشوفوا شكون اللي عنده النبوله مهدنه, شكون اللي عنده النبوله عصبيه. نعم, لقينا ان المجموعه اللي فيها 100 ولا 120 طفل ما كيفزقوش عندهم النبوله مهدنه, ما كيرتفعش فيها الضغط, واخا تستقبل كميات كبيره من البول تدريجيا كتستقبلها غير شويه, ما فيهاش ليكسيد زين. الاخرى بحال اللي النبوله شويه حمقه عندها ليكسيد زين, قطرات قليله كيطلعوا فيها الضغط. هذا العامل الثالث. والعامل الرابع اللي لقينا مدام هو العامل داخل في التربيه ديال الطفل. لقينا ان في المجموعات هذوك اللي ما كيفزقوش باسكو التربيه الطفل بصفه عامه علاقته بالوالدين في العالم كله كاين واحد ثلاثه انواع التربيه, كاينه لا نورماتيف فيها لا ريغور بزاف, وكاينه لا نونشالونس في الدري كيكون في الشاش اكثر من القياس, وكاينه تربيه متوازنه تماما. الفول فيليسيتي لو دير برافو سي برافو, كونت يلفو لو فير دي غوماك جونتي فوالا بطريقه لطيفه على قد النفسانيه ديالهم والفهم ديالهم, سي ليديال. دونك لقينا ان هادوك اللي ما كيفزقوش عندهم تربيه متوازنه, وهادوك اللي كيفزقوا عندهم سوا كيكون الدري مفشش بزاف, سوا الدري مقموع, وهو اي حاجه كيعاني منها الدري بالنهار فهي كتسجل في لا شعور,
حتى الليل وكيبقى يتخيلها كيتخيلها سواء على شكل افراح ولا على شكل كوشمار على شكل على شكل مسائل اللي كتعسو في النفسانيه ديالو. والدماغ غالبا كيصايب ما بين المواد اللي كيصايبو تحكموا في النبوله كيصايب واحد المواد كنسميهم سوبستانس نون ادرينرجيك نون كولينرجيك. هما تو سامبلومون هما المواد اللي اصلا كيصايبهم كيبانو في وجهنا الا كان الانسان وجهه فرحان وبين مرتاح راه هذوك هما بفضل واحد الماده كتجي من الدماغ اسمها لوندورفين ولون كيفاني اللي كتاثر على النبوله هذه كتعطي نبوله مريحه اللي الدري ما غيفزكش الصباح. باكور الدري اللي تروماتيزي ولا كان واحد كيكون العنف سميتو في المنزل ولكن طلاق خايب قبيح يعني مسائل اللي كتاثر عليه نفسيا واخا نعم دكتور جنى ندوزو يعني الوسائل العلاج والوقايه يعني كيفاش يمكن لينا نعالجوا هذا المشكل اللي كيجيو الوالده غالبا اللي كتجي الام الاب كيجي حتى هو مره مع الطفل ولا الطفله فكنحاولوا في لامامنيز في لونكيت اللي كنديروا ولا في ليشونج في ذاك تبادل الحوار مع 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 سميتو مع الاب ولا مع الام كنحاولوا ناخذوا فكره على هذا الشيء كنشوفوا الجانب الوراثي ما عنده في العائله كنشوفوا كيدايره العلاقه في الدار اذا قدروا الوالدين يكونوا صارحين معنا كنديروا واحد التقليبه ليه باليدين وتقليبه بالايكوغرافيا وكنديروا هذا الهرمون اللي قلنا والتخطيط وكنشوفوا فعند بعض الاطفال الى لقينا غير سبب واحد من دوك اربعه ولا خمسه اللي فرح كنمشيو للسبب براسه وكنعالجوه بواحد لي زونتاغونيست المضادات ديال الظاهره اللي عنده. كاين عائلات عندنا واحد لي فامي دو ميديكامون حتى التشخيص اللي درنا الى لقينا غير سبب واحد فالدري غيمشي واحد 3 موا ولا 6 موا 3 شهور ولا 6 شهور بهذيك لا موليكول اللي ضد حدث الميكانيزم اللي واقع له سواء في الدماغ ولا في النبوله براسها ولا في الجانب النفسي ولا لقينا جوج عوامل فاوليو باش يكون الشفاء غير بكينه وحده ولا بدو واحد كنديروا جوج كينات وكنراقبوه وكنديروا له شويه الترويض كيعاونوا حتى ممرضات ديال الترويض وكنعطيو واحد لو كاتالوج ديكسيونيل ولا واحد الكالندري واحد بحال ورقه كتكون في الانترنت باش الوالدين يشوفوا النهار اللي فزك ما فزكش كانت الكميه شحال هذا وكنشوفوا التحسن تدريجيا وكيدخلوا معنا غالبا الوالدين وكي هذا الشيء كيكون في المنزه كيدخلوا معنا مساكن تاهما في واحد التحدي على الوليدات وغالبا كان اون فيني باغ كاني كنغلبوا هذه الظاهره كتعطي نتيجه لان الانسان عند الطبيب غنغلبوها ماشي شي حاجه صعيبه. نعم بروفيسور عبد اللطيف جنان كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط استاذ كليه الطب بالرباط اخصائي طب الكلي وجراحه الكلي والمسالك البوليه والجهاز التناسلي والامراض الجنسيه شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة وعلى هذه النصائح القيمة وإلى فرصة قادمة بحول الله مستمرين شكرا لك.